وعطي حقيقة حقيقة مش حلم فيكي أنا مرحبا بكم لحباش 14 دقيقة على غاديو ميت تسمعوا فينا في 100 في نابل وحمامات 104.1 في الكابون و93.5 في تونس الكبرى والشمال. جاي وقيت ان غبريك جديدة غبريك باش تحكي على هو وهي في هو وهي هو وهي التلفزة مشارقعة الغناء عاطي مسد والمرية تشطح وتميل على الغناء هذي اللي حبيبي العين كلنا يلي خفت لي حبيبي العين كلنا يلي خفت لي حبيبي العين كلنا ان شاء الله لا تزهي وتتهني العين كلنا ان شاء الله لا تزهي وناس يلي هي حاطه قدامها سورية رجلها المسكين تحدد فيها رجلها اللي ينهيت شهر كامل باش يشري سورية مضخمة يحضر بها الاجتماعات وابا الريحة طلعت ريحة الشميز اللي لصق فيها الحديد وتحرقت الحق متاع ربي قصت على الشتيح وقامت تصبط اه شومي اه قلي حرقتها والليلة ليلتي وفرق صباح يا ربي سيدي شنعمل وكيف العادة لمبوبة اللي تشعل بحذا الراس شعلت عرفتوها نهي لمبوبة لمبوبة متاع جاتني فكرة حسيلو التبسيمة متاع الشر رجعت ملات وجهها وقالت أنا سوسو راني وحتى شي ما يصعب عليا وهزت كفنة الشميز ورجعت اجتماع عايت لها وقال لها عزيزتي بلي ريتشي الشميز الجديدة ما لقيتهاش يا اخي قالت له عزيزي وروحي وقلبي انت راجلي وتاج راسي انت حبي وراس حبي لريتها يا اخي قالها بيجي لوج معاي قالت له اللوج مالاش نعمل ايه شومي كان ما نلوجش العزيزي لشكون باش نلوج والمشكلة وين اللي هي تلوج بجدها معناه بضمير قلبها بربا قاعدة تلوج بعد بجمعة عاود سألها وقال لها شيك الشميز ما فماش قبل ما تجاوبه دورتها في مخها وقالت بينها وبين روحها لا 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 لا, لا هذا مش ناوي ينساها السورية المحنونة لازمني نبدل التكتيك سكتت شوية غزرت له في عينيه وقتلو هيا بابا جبتها لروحك عندي مدة وانا ساكتة وكالشة وبارعة السكينة بدمها اما ستوب هنا ويزي وتبدأ الدمع وتقول له هات الصحيح وين نحيتها الشميز ونسيتها قل لي في دار شكون سهى لبنى أميمة صفاء ولا تهاني بس في دار تهاني يا ناري على روحي ولا سعدي المكبوب انديني من سبا لسبا وانا دافني لنا نطيب ونغسل ونمسح ونكنس وهو يغرم في زمانه مع تهاني هذا كل والراجل بيت في عجب ربي وجاه شلل نصفي في فمه وعينيه حوقت وخشمه بدا يرخ قوة البلوى اللي بلاتوا بها وجاوبها ولسانه ملكون وقالها شكون تهاني قالت له شكون تهاني شك يسأل فيا شكون تهاني تهاني اللي تخون فيا معاها واللي نسيت شميستك عندها اما والله لنزيد فيها دقيقة عندي دار بابا تلمني نحب ورقتي توصلني في اقرب وقت وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم الزوز في اللحظة ذيك يفيق هو من السبات والكابوس اللي كان عايش فيه وينقذ الموقف ويضرب على راسه ويقولها اي 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 تفكرت قالت له شو تفكرت قال مو علي صاحبي المرة الأخرى بزع القهوة على مريولو هو ماشي قابل صاحبته سخفني أعطيته الشميز أي عاش عزيزتي صلي على النبي وهدي روحك ما صار شيء ضربت خميسة في زداسها وقالت له باهي والله كان ما جيتش بنتصل له فاميليا ركريت وين وصلتها الحكاية أما صح عليك حاسينه ما كذبش اللي قال هذه حكاية سي علاء عرقت راهو أنا تو فين ما فهمتش روحي فين سي علاء يا سي علاء نعم سكر لي برنامج هكاو يا كايدة هم عظيم في النساء هذه هي هو وهي هو